صباح الخير يا زمتوعين، مفتاح الفن الصباح لشركة وينزر بروكر. هقدمه لكم كريم عيد اليوم 28 يوليو 2021، وهنتكلم مع بعض في الفيديو بتاعنا عن أسعار الذهب. تداعيات إيجابية محدودة جدا لأسعار الذهب خلال تداعيات أمس، وده راجع أكيد في المقام الأول لهبوط عائدها الحقيقية لسندات الخزانة الأمريكية، ولكن طبعا بالإضافة كمان لانتظار المستثمرين اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي خلال اليوم النهاردة، وده اللي أثر طبعا وحد من ارتفاعات أسعار الذهب، بجانب مجموعة من البيانات اللي ظهرت طبعا تضارب زي كان عندنا امبارح بيانين هما المهمين وكان ليهم تأثيرهم على الأسواق، زي طلبات السلع المعمرة الأساسية الشهر لشهر يونيو اللي جيب نتيجة أسوأ من المتوقع، ومن ناحية تانية جه مؤشر ثقة المستهلك السبيل شهر لشهر يوليو اللي جيب نتيجة أفضل من المتوقع. والنهاردة أكيد في انتظار البيانات الأهم وتقرير لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية وقرار الفائدة الصادر عن البنك المركزي الفيدرالي الأمريكي. دي كانت أهم البيانات وأهم الأخبار، ولذلك خلونا ننتقل مع بعض ونشوف الشارت توقعاتنا ليه على مدار اليوم النهارده. زي ما احنا شايفين بعض المحاولات الايجابيه الضعيفه والمحدوده جدا لاسعار الذهب، ولكن اختناق وتداول محدود ما بين ال 1810 وال 1795، ولذلك هنلتزم الحياد لحين انتظار كسر ال 1795 لاسفل عشان يروح وراها ال 85 ومن وراها ال 75، مره تانية كسر ال 95 وراها ال 85 وراها ال 75. السيناريو الاخر وانا غير مستبعد، لان طبعا البيانات كلها زي ما احنا شايفين مع بعض موضحه الاداء الايجابي، ولكن هننتظر كسر 1821 عشان يروح لل 32 وراها ال 44. وبكده اعزائي المتابعين نكون وصلنا لنهايه الفيديو، بتمنى لكم اكيد يوم تداول امن، وبشكركم على حسن متابعتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.